السلام عليكم دي زير بوي بيج رياكشن شانيكم ليد برياكشن جديدة كالعادة والعويد رياكشن تبع سيري افيرو المتواصلة لوليد. نعرف اللي توحشتوها، انا واحد من الناس بدي فقدت الخدمة على افيرو وما لا غالب لوليد بالترتيب كالعادة والعويد وقت اللي جينا كذيب مش كذيب تيموك تعرف المفيد لوليد جي التيتر اللي انتو مخترتوه كالعادة والعويد افيرو كلوسال 2 الرجاء مراعاة الفارق في التوقيت هو وبيج جيب جو فالاكي وكيبلر تيتر عنده 4 سنين من اللي هبط الولاد تفيته متاع 4 رابوريت وماذا بينا الولاد ما كنتش باش نخدمه راوة ما هاني خدمته باش او كان قول لكم يعني التيتر الجاي فهمتني ولا ماذا بيكم الولاد تختاروا لنا افيرو سولو يرحم والديكم من فوق هذا ما يمنعش ليتس جو نشوف شي الفوضى مع بعضنا نفهموا العملية صاحبي تفيته افيرو ما تخيب الجملة وكي يبدا فهمتني ولا هو والجانج جانج فهمتني ولا الجموع ما تفدلكش صاحبي ليتس جو نشوفوا شنو هي العمليه مع بعضنا الاولاد جيمش الفاي بي وجيمش نعملوا الجو جايين شيخين دونك ساري تسبت يلا بينا الاولاد يلا نخطط في ناس يوم برانشي في كرسي الماتريس ميتين خطة في راس هناك من ديزاكتيفي تاكريس وجيعتنا حتى ما قد سيكاتريس الزب ميموريز بالزقة حسيس في فاليز مرفودين نقا تفهم اللي فما صنيني كما البعض ما فهموش ما تدومين تسريعاته في الفلو بتاعه الولاد والسوينجات اللي عمرك بالعمر ما تجم تتوقعهم او فيرو يهبلك بالفلو وجعتنا حتى ما قد سيكاتريس الزب ميموريز بالزقة حسيس في فاليز مرفودين نقا تفهم اللي فما صنيني كما البعض ما فهموش ما تدومين هذا كلمش الكل بازل اذا قصول سبورك احنا كجيد نيقا خلع بردك انا ما تنسيش فكرة ما توفيش جو جيم شو مال مرتوبين بين زازاري عظم على ميكزي باز تسمع في التكنيك الوليد اندي شبيه فيرو يعمل هكا الوليد يهديكم ربي قد ما نقول شبعت بافيرو وفهمت اللي افيرو ما عنده ما يزيد يفاجئني قد ما يزيد يفاجئني افيرو الوليد فهموش ما تدومي هذا كلمش الكل بازل اذا قصول سبورك احنا كجيدني كالخل عبرتك انا ما تنسيش فكرة ما توفيش جو جيم شو مال مرتوبين بين زازاري عظم على ميكزي باز زوز ما ذورين زوز اما الاختصاص واحد زوز اما واحد برك لها وفوز اما ريحة برد فيها توقوز جات الحرب لارض شاحت كوت سنوس وسترانجر بشارت فرد باك فرد استغفر تي فورد هورد صورت خمر تافير مولا فاك تختار حجر الوان حجر البول مانش في اختار دي الاختار احلى دي لحظة برو لحظة قبل ما تدخل انتي واقوى بلدان شفتها في حياتي صاحبي اسمع السيد شو عمل باش هبط تو البيت جي راهو من خبيني قاعد يبلدي البيت قاعد يبني ويبني معاها فيرو بعديك اوفزر دروب بيت كيف هيك باز زوز معذورين زوز اما الاختصاص واحد زوز اما واحد فيرو كي تخمر ما يفدلكش برك نفوس اما اسبرت فيها توقوز جات الحرب لارجع كوت سنوس وسترانجر بشارت فرد باك فرد استغفر تيم فورد هورد صرت خمر تافير مولا حجر الوان حجر البرد مانش في اختار دي الاختار احلى نتكيف وفارد زاد لام سنفرين فارد درام عدس الناس دفرين تفرزنا في وسط زحمة سلسة وكلسة سلسة وكلسة شبازة زرزة انتونة زبورة 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 بليد 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 رجع المنافر في توقيت الفين وميل تس الفين وميل تس سلسة وكلسة شوين التاكرام نرفزة فيرس ويت مكرزة 90 دقيقة ليكم في الصاد مش في تلفزة دي العزوزة هزي الويت ومشتت نيك ما خطيتش حتى باش تقول الزر سنة سوى متخف احنا كل الزال بديش حد شي خلقنا شي من حد شي بيبي كنا قصة طويلة خلقنا شي من حد شي برو 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 لازمك تخلق شيء من حد شيء ما لازمكش تقف لازمك ديما تصنع ديما تلوج بي كرياتيفيتي عندك موجوده في مخك باش تكون ديما مختلف وتكون ديما في طريقك وحدك وتصنع كل شيء بالصفر اسمع هذاك الواقع اللي لازمك تكون تعيش فيه احنا كل صار بديش حد شيء خلقنا شيء من حد شيء بيبك انا قصه طويله انا كارز من المطالع حب زبي نحب نحب روحي وما نكس خارة ما انت مقالع 200 تامر في كل طالع 200 بوش في كل بلع بيبي ياس البندو بيبي ياس البندو سلسة وبلينا قلع وبرا خطيت على سبين كنت غايب قوي في زويلي نقيس
برا نغيب على اسبان كنت غايب نقوي في زوايا. مش مشكل انك تغيب على عباد قد ما هو مشكل انك ترجع منين كنت، يعني ترجع وين كنت وقفت اخر مره صاحبي. ماذا بيك ديما كي تغيب غيب وارجع فهمتني، ولا اقوى ارجع ما يخير صاحبي. خلي العباد تقول شبير احبايا مش عمل، فخليها تقعد محتارة. احساس راو زبور صوت لنا قلعة وبرا بديت على زبين، كنت غايب قوي في زويني، نقيس بعيني ومن وذيني بيك جبن بعيد بين كل صار وهما بص النيكس كل تفش كما تاي لو موزيكا ماي تاي تو في الكوبلي برا نايك باي عجال الورد مانش بيختار دي اللي اختار احلى نتكايفو فارد زاد لا مسافرين فارد را كيف وفرد زطلة مسافرين فرد رحلة برو، الرحلة تهزها تهزنا معاك حتى وكان مش متكيفين زطلة رك هززنا هززنا عبسن نش دفرن تفرزنا في وسط زحمة سنسا وكلسا سنسا وكلسا شب هزز رزان تونة زب ورزب خلصة ورسا رجع المراس ترفي توقيت جي عشني هبلوان رجلة احنا عنوان في بلاد معوج ميزانها كيما المال هتلي تلعب بلسانها شكون اللي كح شكون اللي صانها حد مروه طول اخطانها عيش في تونس قولي من خانها عصب القوادها وطحانها جلحناش سرك مطبوح سلح بجوانا تشوي في الراس لا تتوحش لا تستوح حتى اللي مشارو حسروح وفرطة انت مسرك وحده ما يفوح تيجيب لي الامام تيجيب لي الباباس تخدم راجل تعبك ما يروح تخدم راجل تعبك ما يروحش برو اصبعي فاكت يا برو اخدم راجل تعبك ما يروحش حتى وكان تحس بيه هكا تعبك اللي تعمل فيه الكل موش ماشي في الطريق الصحيح تأكد راو جايك جايك اصبر اصبر كل شيء يرجع لك برو في الدنيا هذه تأكد اللي قد ما تعمل خير قد ما بكش تلقى الخير قد ما تعمل شر بكش تلقى الشر برو برو هيك الدنيا دي مع راسي انيك الكم مخي يطلب وين نزيدو زيد زيد جر الوادة احنا بيدو كلو صال الشيخة نريدو والتحن اسمع 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 كل اللي اسمع بعد ما قال زطلة اسمع كل ضحكة كلو صار الشيخة نريدو والتحن ما عندي ما نفيدو حجر الورد حجر البرد مانش في اختار دي اللي اختار احلى نتكيفو فرد زطلة مسافرين فرد راحية عكس الناس ديفرنت تفرزنا في وسط زحمة عكس الناس ديفرنت تفرزنا في وسط زحمة تبع فينا فرقة مش الفابرات الفاز كريتك كرات سيسالوني النازة وثلاثة مرات زيب ولا نقول انا شنو ولي لازني نسلح في فاز هاوي بيت الشيشة سايق تحت الحيط وقولوا فما كان لفاتزا زرعنا والله قلب الدفلول الوليد الوليد الجواب ما تفدلكش الوليد برشا جو برشا امبيونس معاهم الوليد يهاي بيوك يشنعوك يهزوك وين ما تحب تمشي لا فاش هاوي بيت الشيشة سايق تحت الحيط وقلوا لو قدرت على لفاز لو فما كان لفاتزا زرعنا خلف كازا والمطاري قطر تمرة في القرن زادتني مدة النازة صعيبة تهز صعيبة تجي صعيبة ربوبة تقر قاعدة بالمدنوسة مبلاكة مش ربطة صادة كان في المشي ما فرجو تولي هبطة مش بسبتة زبلة لازم نحزق راسي بجونتة مش بسبتة فيرو كيف الكيب جوفة لكي أربع فرد مبدا ماي كيف لسبة بلاد وفش فش أربع فرد مبدا اسبوع مع بعضها الوليد عرفت اديك في الحالة وباش يعني حالة معاه وعلى الاخ احنا وين نجز ما انتحنوش وين نجز زب النوم مالي فخ وما نحفرو وانتو استيف على رحمة الرجال عصبة للأمل حتى كان استتب فلاكي افيرو كيبلر والقرد سيكسويد اتاكش الحب سيكسويد اتاكش الحب سيكسويد اتاكش الحب عصبة للأمل حتى كان استتب عصبة للأمل حتى كان استتب حجر الواد حجر الواد حجر الواد ماني فيهم شيء ما معاكم معاكم صح والله والله هافر جوفا
جب كابلا جب كابلا جب كابلا وكيما الضولي في البيسين سعيد كان يضحك. مانيش عارف شكون اللي قاعد يضحك لوني خاطر اللي قاعد يضحك برجوليه تفريكا مش ضربه انا خطات فادليك. اذا ما بناش هكا كنو كملنا افيرو كل يدي اقسم بالله ديما اسامي تراكيت افيرو ديما باش تلقاهم غريبي الاطوار ديما باش تلقاهم غريبي الاطوار مش اطوار والله. كولوسال نمبر 2 بين قوسين الرجاء مراعاة الفارق في التوقيت. تخيل اسم التيتر هذا الكل باش تكتبوا باش تلوج عليه. يدي افيرو ضارب قسما بالله هو وبيجيب وكيبلر وجو فالاكتشي. تيتر عنده 4 سنين من اللي هبط الاولاد. العمليه اخترتوها انتم برجوليه العمليه نجحت كالعاده والعوي تفيتي تافيرو قلنا من قبل راه ما يخيبوش وما يخيبوش الجمله. افيرو والتشكيله نتاعو كلهم فهمتني ولا بالكرياتيفيتي الخاصه نتاعهم اما فرد الوقت كما قال لك كنا نتكيفوا فرد زطله دونك كنا فرد سفره كنا فرد مجره راكشين فهمت كيفاش خاطر الجموع ماهمش من هنا الجموع ماهمش راكشين لهنا ماهيش موسيقى الارض ماهيش موسيقى اللي نعرفوها برجوليه الاولاد ما تفادلكش لحبيبات صاحبي افيرو كالعاده والعويد بكل الرفران وفرد الوقت بالبارت نتاعو اللي قصيره شويه اما الجموع فهمتني ولا عرفت كيفاش تخرجها العمليه كالعاده والعويد اللغه هارد ذن ما فاك البيت هارد ذن ما فاك والجموع هاي بيك الجموع تشنعك باش تغلط ما بيناتهم باز باش تغلط ما بيناتهم خاطر باش تلاحظ اللي كلها يعني كلها نفس كيما نقولوا الهاردنس الكل هاك الجموع تكتب الجموع بالرسمي قاعدة تخرج في performance مش عادي تخرج لك في موسيقى فهمت كيفاش دونك توحل مع هذا بعدك تلقى روحك واحد مع هذا مع هذا ما تفهم شيء فهمت كيفاش هيك علاش الولاد ديما نقول لكم في التفيتات في سيريا فيرو ماذا بينا نرتحوا فهمت كيف مش ديما ما تشدوليش ديما خاطر ندخل بعضي بالرسمي ما عادش نفرق حرفيا كان فيرو بيان سور خاطر هذاك وحده يعني حطوا صنفوا بجا فهمتني من هنا والاخرين من هنا ما فرد الوقت مع بعضهم فهمت العمليه كيفاش. اذا ما بناش الاولاد هكا كونوا كملنا رياكسيون كالعاده تيتر باختياركم انتم ما يخيبش وما يخيب الجمله الاولاد. العمليه نجحت بالنسبه لي انا عجبتني افيرو مازلت نستنى له في حاجه ما تعجبنيش مازلت نستنى وباش نقعد نستنى فهمتني ولا السنين مازلنا مواصلين فيها ونتصور باش يجي فما تيتر موش باش يعجبني. هذا ما يمنعش هكا نكونوا كملنا رياكسيون ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. تنسيوش اراكم كومنتاتكم دنيتكم اجواءكم السبسكرايب نتاعكم خاصه مرحبا بكم على انستغرام بيجي مطا رياكشن 22 مينيسكول اول يوم في الديسكريبسيون اقرا خفيفه يا الاولاد تلقاو روحكم غادي دونك فاش تستناو بيجي رياكشن راه ديما موجود عندكم تيك توك عندكم بقشيش عندكم اللي تحبوا عليه الكل الخدمه ديما موجوده وقدره ربي 7 على 7 ان شاء الله مادامكم انتم موجودين واعملوا السبسكرايب يهديكم العالي. قبل ما نختموا الرياكسيون تاعنا تحيا فلسطين دائما وابدا ندعموا القضيه الفلسطينيه باللي نقدروا نبارطاجيو اي حاجه تاكل فلسطين وندعيوا لاخواتنا في فلسطين وفي غزه تحديدا وندعيوا للمقاومه باش ربي ينصرهم ونخليوا على ربي وان النصر قريب ان شاء الله وتحيا فلسطين دائما وابدا. Peace.